توفيت صباح اليوم الخميس 2 يناير 2020 العالمية اللبنانية نجوى قاسم عن عمر يناهز 52 سنة، مقدمة برنامج حدث اليوم على قناة العربية والعربية الحدث. وقالت صحيفة البيان الإماراتية أن الإعلامية نجوى قاسم توفيت داخل شقتها، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية كشفت أن الوفاة جاءت بسبب سكتة قلبية. دي نجوى قاسم الله يرحمها، توفيت عن عمر تقريبا 51 52 سنة. وبدأت نجوى قاسم عملها في العربية عام 2004 بعد أن قضت 11 عاما في تلفزيون المستقبل، وحصلت نجوى قاسم على العديد من الجوائز طوال مشوارها الإعلامي، ونالت جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام عام 2006 في بيروت، كما اختيرت بين أقوى 100 سيدة عربية في 2011، وحصلت في 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني. ونعت قناة العربية في بيان لها الإعلامية نجوى قاسم، وقالت العربية على موقعها: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة الإعلامية نجوى قاسم التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في دبي، واستنعى شبكة العربية والعربية الحدث الزميلة نجوى قاسم، فإنها تستذكر مشوارها الصحفي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقاتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان. وكانت آخر تغريدة للمذيعة الراحلة أمس على تويتر احتفالا برأس السنة الجديدة أثناء وجودها في دبي: يا رب عام خير على الجميع، يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان. وقد عرفت نجوى قاسم في قناة العربية بلقب قطعة الكريستال. مصطفى أغا مدير البرامج الرياضية في الام بي سي نشر صورتها وكتب عليها: بداية حزينة لعام 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوى قاسم بذبحة قلبية حسبما سمعنا، خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ من حوالي 4 ساعات فقط. ونعت الفنانة إليسا الإعلامية نجوى قاسم مذيعة قناة الحدث والعربية عبر حسابها على تويتر، معبرة عن حزنها الشديد لرحيلها. وكتبت إليسا قائلة: شو محزن هالخبر مع بداية السنة الجديدة، نجوى قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتير لتقدمه بمشوارها بعد الله يرحمها ويصبر عيلتها على المأساة، الموت حق وربنا يصبرنا. من ناحية أخرى، كانت قد نجت نجوى قاسم في عام 2004 من انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مكتب قناة العربية في بغداد، خلف قتلى وجرحى. في السنوات الماضية التي سبقت وفاتها، أصبحت قاسم المذيعة الرئيسية في قناة العربية السعودية الخاصة منذ انتقلت للعمل إليها في العام 2004. وبدأت عملها التلفزيوني في قناة المستقبل اللبنانية، وهناك عملت لأكثر من 11 عاما قبل الانتقال لمحطة العربية. وتحمل الراحلة شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، لكن حياتها المهنية تمحورت حول الصحافة والإعلام. ونعت الإعلامية التونسية ريم بوكاميرا المذيعة بقناة العربية زميلتها الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم التي رحلت عن عالمنا قبل قليل بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 52 سنة. وكتبت بوكاميرا على عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: يا الله على هالدنيا قديش ما تسواش، حركتك هذه على غير العادة، ما كانتش حلوة يا نجوى، قديش اتعلمت منك وقديش نحبك وقديش باش نتوحشك. نجوى
الغالي، متابعة: الله يرحمك وينعمك ويصبرنا ويصبر أهلك وأحبابك على فراقك. ودي الصورة بتاعت ريم مع الراحلة نجوى الله يرحمها. أيضا سفير المملكة العربية السعودية في الإمارات تركي الدخيل كتب على تويتر على حسابه: وداعا للصديقة الغالية الأستاذة نجوى قاسم، وداعا سيدة الأخلاق والأدب والمهنية والاحترافية، وداعا صديقة الجميع، رحمة الله عليك رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن ناحية أخرى، فقد كشفت الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم أن هناك خطأ شائع تقع فيه عدد من مذيعات نشرات الأخبار أثناء إطلالاتهن على الشاشة، حيث يرتدين ملابس عارية مثيرة وإكسسوارات باهظة الثمن. نجوى قالت أن قناة العربية الإخبارية انتبهت لهذا الأمر ومنعت مذيعاتها من ارتداء القمصان دون أكمام أو القصيرة أو الصارخة، ليس فقط لأسباب تتعلق بنوعية الأخبار الجادة التي تقدمها القناة، بل لسبب تقني بحت، وهو عدم تشتيت تركيز المشاهد عن الأخبار نفسها، وبالتالي تكون المذيعة قد أخفقت في مهمتها. وفيما يتعلق بالإكسسوارات، قالت الإعلامية اللبنانية: إننا ندخل إلى آلاف البيوت يوميا التي ينتمي أصحابها إلى فئات اجتماعية وطبقية مختلفة، ولذلك قدمت المبالغة في إظهارها نوعا من التعالي، ناهيك عن أن شعوبا بأكملها تكون هي موضوع الخبر بمآسيها وأحداث بلادها، ومعظم الإكسسوار فيه شيء من الاحتفال مما يسيء إليه. الله يرحمها. بالنسبة لديانتها، كانوا في ناس قالوا إن هي مسيحية، وفي ناس قالوا إن هي مسلمة، ولكن الأرجح إنها مسلمة، وأيا كان مسلمة أو مسيحية الله يرحمها ويصبر أهلها ويعزيهم. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.